وهنكمل برضو في رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 5 عدد 24، والجزء أو الآية اللي بتقول: خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعهم. إيه الخطايا اللي بتتقدم للقضاء وإيه اللي بتتبعهم؟ يقصد إيه؟ في بعض الخطايا واضحة حتى لو ما كانش أخطر، يعني مثلا يجوا يقولوا لي في شاب بيشرب سجاير ونفسه يبقى خادم في مدرسة أحد، أقول لهم لا طبعا. فهو ممكن يعترض يقول لي طب أنا بس اللي بعمل خطايا، خد بالك، ما هو يعني كله بيغلط. كله بيغلط، أي. بس دي خطايا واضحة ومعثرة تبقى قدوة سيئة. في واحد تاني خطاياه تتبعه يعني مستخبية وراه بينه وبين ربنا، بيعمل أي خطأ أنا معرفوش والدنيا ما تعرفوش، ما فيش غير أب اعتراف. فممكن زميلك اللي بيعمل غلطة مستخبية وبيقدم عنها توبة وفي خصوصية ما يكونش مؤثر للناس، لكن التاني الخطايا الواضحة دي بتبقى تتقدم إلى القضاء، معناها أن الناس كلها بتبقى معثرة وتعبانة وبتحكم. في ناس ممكن تاخد الكلام دلوقتي يا سيدنا وتشوف اللي هي: طب ده أنا اللي واضح، يعني أنا اللي صريح، هو مش أنا كده أحسن من اللي بيخبي أو اللي باين قدام الناس بمظهر الكمال، لكن هو في الحقيقة احنا كده. نتمنى طبعا الإنسان يبقى جوه كويس وبره كويس، أيوه بس احنا بنخاف من العثرة. يعني حتة ان انا واضح، طب ما تخليك واضح في البر، ليه تبقى واضح في الشر وتتحدى المجتمع وتتحدى الناس، تتحدى ربنا، تتحدى المبادئ؟ ما هو فعلا الانسان لما يكون واضح دي حاجة كويسة، بس خلي اللي بره حلو واللي اللي جوه جوه حلو. حلو. ممكن، بس انا سالت ده عشان ما نبررش لنفسنا فكره طبعا الغلط بان انا، طب انا ده انا واضح احسن من ناس كتير ليها مظهر التقوى لكن من جوه حاجه تانية. وانا ما اقدرش احكم على الناس واقول لها مظهر التقوى، انا ملياش غير المظهر، ايوه لكن ربنا هو اللي يعرف القلب. صحيح. فانا لما يكون مظهري وحش وشايف زميلي تقي جدا فاقول لا ده هو من جوه وحش وانتم مش عارفين، طب ليه تحكم؟ ليه تحكم؟ بدل ما انا اتلكك بان الاخرين منظرهم بس اللي حلو ومن جوه وحشين، انا اصلح نفسي. احاول انا اللي ابقى كويس. طبعا.